تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 2 يوليو 2019، وأنا آسف لو كان طويل شوية، بس أكشولي الأحداث كتيرة شوية، يمكن كتير مش واخد باله منها، فهحاول أقول حاجات بسيطة على قد ما أقدر، ولكن أكرر مرة تانية اللي بقوله في المقدمة. بس قبل ما أقول المقدمة مرة أخرى عشان بس الناس تاخد بالها، لأن أنا آسف غيرت الميعاد، اليوم السبت الجاي اللي هو السبت الأول من كل شهر، اللي دايما بنبقى في فترة أسئلة يوم السبت، أسئلة عامة، لكن علشان بس ظروف معينة فمش هتبقى 8 مساء يوم السبت الجاي ده على طول اللي هو 6، هتبقى الساعة 9:30 مساء يوم السبت الجاي اللي هو 6 يوليو. أيضا في موضوع قريب هنحدد تاريخه وأقول لحضراتكم وآخد البركة، اللي هو موضوع الثالوث والرد على فيديو الثالوث المسيحي لماذا لا يفهمه المسلمون، واللي هيكون فيه مقدمة الإيمان المسيحي بالثالوث باختصار، وبعد كده الرد على الشبهة بالتفصيل وكشف التزوير اللي تم فيها كالعادة. ده إن شاء ربنا ودبر، وتابعوا هنعمله لو تحبوا فولو لقناة اليوتيوب أو صفحة الفيسبوك عشان لما أنزل الإعلان يوصل لحضراتكم لو تحبوا. أرجع مرة تانية للتعليق على الأحداث، زي ما بقول في المقدمة كل مرة، ده ليس له أي هدف لأن أنا أخوف حد ببعض الأخبار، وليس له أي هدف إن أنا أحدد حاجات معينة أو مواعيد محددة، واللي بيفهمني في هذا الأمر أقول له آسف أخطأت، أنت فهمتني خطأ في هذا الموضوع. اللي عايز اللينكات أدي قناة اليوتيوب، بس أنت youtube.com/holybible1 كلمة واحدة، وآدي اللينك وصفحة الفيسبوك اللي هي برضو facebook.com/d دكتور غالي official أو دكتور غالي بس برضو تطلع لك. فإيه هدف طب الخدمة دي لو ما كانتش عشان أخوف ناس أو هدفها الأساسي فقط أذكر ضعفي وحضراتكم، يعني نذكر بعضنا بعضا باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية في عالم بيظلم قوي. يعني إيه؟ يعني في عالم أصبح إن النور بتاع المسيح اللي منعكس علينا بيقل، الظلام بيزيد، فإحنا لو نور العالم زي ما قال المسيح بوضوح في إنجيل متى إصحاح 5، لو ما بنتكلمش، لو ما بنبشرش، لو ما بنخدمش، لو ما بنعكسش نور المسيح علينا، العالم هيصبح مظلم جدا. ده اللي أقصد أقوله في حياة اليقظة الروحية. شكرا أستاذ مون لاند يا ست ديت، ربنا يبارك حضرتك. الاستعداد مش بس كمان عشان نعرف ميعاد المسيح جاي امتى فنستعد قبلها مباشرة، لا، الاستعداد ما نعرفش المسيح جاي امتى، جاي بكرة، جاي القرن الجاي، ما عرفش، لكن ايضا قبل الظلمة اللي بتسبق مجيئه عشان يكون عندنا زيت في مصابيحنا كافي للإضاءة نعبر هذه الظلمة وننتظر العريس ونلفت نظر الناس وننبههم ان العريس جاي. بمعنى بنحتاج من الآن، ما تأجلش البكرة، إيمان عامل بالمحبة بنقاوة القلب بثمر الخدمة. ودايما بضربها مثل الخمس عذارى الجاهلات أو الخمس عذارى الحاكمات، محتاجين نجمع زيت كافي في مصابيحنا ونبقى نور في العالم اللي أصبح مظلم قوي، والظلمة اللي اقتربت واللي مش هيستعد ليها بزيت كافي للأسف ممكن ما يلاقيش زيت يكفي أن يكون منير في هذه الظلمة. ده اللي أقصد أقوله. أفكر أفضل أن أنا أقول لضعفي ولحضراتكم باستمرار محتاجين نعيش حياة الاستعداد، حياة اليقظة الروحية، ادرس كلام الكتاب المقدس، اتمسك بجماعة المؤمنين اللي انت معاهم مهما كانت الكنيسة اللي انت فيها، بس طالما كنيسة بتؤمن بالمسيح والثالوث الله الظاهر في الجسد وبتؤمن بالخلاص والتجسد والصلب والقيامة، اتمسك بيها، اتمسك ان انت العالم ما يقطعش لسانك وتبشر في وقت مناسب وغير مناسب. افضل ان اقول نخلي بالنا سواء المسيح اقترب او الانسان يسلم وداعته، وما بخافش من اللي يفضل يقول يا بتاع يا اللي بتخوف الناس يا بتاع الاشاعات يا غيره، عن ان انا ما اتكلمش واي حد يكون العالم لهي وما يكونش مستعد ويتحط دمه على راسه. كتير اعتقد عمرهم ما في واحد منهم انتقل وكان مستعد ان يقابل المسيح لو جه في اي وقت وندم، لكن اعتقد كتير ندموا لو كانوا مش مستعدين وفجأة ان هم نسلموا ودعتهم.
المسيح قال لنا علامات كتيرة، زي ما قال أخبار الحروب، أخبار حروب تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، الزلازل تزيد تصبح عظيمة في أماكن، تحصل مجاعات بسبب ضربات، بسبب جفاف، بسبب مشاكل، تحصل أوبئة في أماكن، مخاوف بأشكال مختلفة، علامات عظيمة في السماء وعلى الأرض، تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض، كرب، الناس تبقى خايفة من بكرة، أمم بحيرة البحر والأمواج تضج، والكوارث بسبب الرياح والأعاصير وغيرها تزيد، والناس يخشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون، الناس تبتدي تقلق من بكرة بسبب الضربات اللي بتزيد. حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيان في سحابة بقوة ومجد كثير. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها؟ عشان ينبه. أولا الخلاص في الوقت ده إيه؟ إن يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. في وقت العالم هيحاول يتفنن قوي إن يمنعك إن أنت تدعو باسم الرب، عشان ما تتهمش بإسلاموفوبيا وهوموفوبيا والتعبيرات الكراهية والكلام ده كله. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ واحد، عشان ما نخافش، ما نخافش لا من العالم ولا نخاف من العلامات دي نفسها، العالم اللي هيكون ضدك، العالم اللي هيكون بيخوفك ان انت تفتح بقك وتتكلم على الكتاب او تنشر عدد من الكتاب المقدس في صفحة الفيسبوك بتاعتك علشان خاطر ما تتهمش بتعبيرات كراهية. الحاجة التانية، عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا، حضراتكم شايفين كمية الهجوم من كل اتجاه على الكتاب المقدس وعلى المؤمنين. والحاجة التالتة، عشان حياة الاستعداد، زي ما قال لنا إنجيل لوقا 21، متى ابتدأت تكتمل؟ إمتى؟ ما عرفش، في أيام، في شهور، في سنين، في سنين، في قرون، ما عرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي ترفع راسك لفوق. ليه؟ لأن نجاتكم تقترب. في زمن عارف إن ربنا العالم هيكون بيتفنن جدا يشغلك عن حياتك الروحية بوسائل مختلفة. علامات في السماء، القطب الشمالي المغناطيسي للأرض يتحرك بطريقة غريبة وأسرع مما كان متوقع، وده من نيو ساينتست. في كل شوية بتحرك القطب الشمالي وهم مش عارفين الموضوع هيرسى على إيه، والمشاكل اللي ممكن يسببها المغناطيسي. نيزك صغير انفجر قرب بورتريكو ونور. نيزك ثلاث مرات أكبر من حجم ملعب كرة يمر على مقربة شديدة من الأرض، وده space.com. وكم مرة في الفترة الأخرانية سمعنا وسائل الأرصاد ما رصدتهوش واكتشفناه لما قرب يعدي أو شبه بعد ما بيعدي، وإن الأرض نفدت برعاية ربنا اللي لسه بيصر يدي فرصة للناس لغاية دلوقتي من كارثة، وهو اصطدام نيزك كبير أو مذنب من الأرض، ويكون ممكن يدمر مش مدن، يدمر دول. خلاص بقينا باستمرار بنسمع الخبر ده، وياريت الناس بتاخد بالها. كثرة تساقط الأحجار السماوية. يوم 25 يونيو 40 كرة نارية في يوم واحد سقطوا. قدام حضراتكم الخبر اهو على الشاشة. يوم 26 يونيو 29 كرة نارية في يوم واحد، 39 اسف اخطأ. يوم 27، كل اللي بقوله ده في اقل من اسبوع. يوم 27 يونيو 60 كرة نارية في يوم واحد. يوم 28 يونيو 46 كرة نارية في يوم، 1 يوليو 60 كرة نارية في يوم. الكتاب المقدس قالها لنا ويقصد بيها معناها المجازي ومعناها اللفظي. نجوم السماء تتساقط، والكلمة تنفع على الأحجار السماوية وتنفع على الناس النجوم. وبنشوف الاثنين، تساقط النجوم البشر وتساقط النجوم الأحجار السماوية من الفضاء على الأرض. فاللي عايز ياخدها بمعناها اللفظي موجود، معناها المجازي موجود، الاثنين موجود، الاثنين بيتحققوا قدام عينينا. ما اعتقدش ان ده ينفع يكون بالصدفة. اللي في نفس الوقت أيضا في نفس الوقت زادت فيه الأمواج البحر اللي بتضج والأعاصير.
عاصفة قوية تسقط برد ثلجي وفيضانات وتهدد 42 مليون أمريكي. الأمطار والأعاصير مستمرة في تدمير كم ضخم من المحاصيل، فالمحاصيل اللي بتموت أو بتتقضي عليها بتسبب مجاعات، جزء بيتقضي عليها من الحر والجفاف وجزء تاني بيتقضي عليها من الأعاصير. لا نلاقيها من ده ولا من ده. آسف. أيضا الجفاف في أستراليا اللي دمر محاصيل كتيرة يخلي أستراليا تستورد القمح لأول مرة من 12 سنة، ده من الجارديان، بدل ما هي كانت بتصدر. إحنا في آخر يونيو أول يوليو، سقوط الثلوج في كولورادو 40 ضعف المعدل الطبيعي لهذه الفترة الزمنية. بدل ما كنا نسمع عن رقم قياسي كل قرن ولا كل حتى عقد 10 سنين، دلوقتي شبه بنسمع عن رقم قياسي كل أسبوع، أو إن لم يكن أكثر من رقم قياسي كل أسبوع. برد ثلجي كبير يضرب شرق مونتانا، أرقام قياسية من الموجة الحارة في أوروبا اللي بيعتبروا إن هي بتستوي من الموجة الحارة، ده من US Today. أسبانيا وصلت الحرارة ل 42 درجة وحذروا المواطنين من ضربات الشمس والموجات الحارة. حتى يوم الجمعة الموجة الحارة قتلت العديد من الناس في فرنسا وأسبانيا. 6 دول أوروبية سجلوا أرقام قياسية جديدة في ارتفاع الحرارة. مش بقول لحضراتكم بقيت حكايات أرقام القياسية كنا بدل ما نسمعها كل عشرات من السنين، دلوقتي بقينا نسمعها أكتر من مرة في الأسبوع. لو ما كانش ده اللي قاله الكتاب، ده اسمه إيه؟ الحرارة المرتفعة سببت اشتعال حرائق قوية في غابات أسبانيا، وده من ساينس أليرت. وبقت حرائق الغابات بدل ما كنا نسمع عنها كل كذا سنة في مكان، دلوقتي بقينا نسمع عنها في أكتر من مكان في نفس الوقت. 5 من أحر صيف عبر على أوروبا في آخر 500 سنة حدثوا في القرن الحالي اللي بنتكلم عليهم، هو لسه مكملش 20 سنة. ده من وكالة رويترز. الموجة الحارة في كاليفورنيا القاتلة تطهي القشريات البحرية في الشواطئ، ده من الجارديان. كل القشريات البحرية دي اتسلقت literally في الشواطئ من شدة الحرارة. ووسائل الأخبار تعلق أن طقس الأرض اتجنن، ده مش احنا اللي بنقوله أو بنبالغ فيه أو الكلام ده، ده وسائل الإعلام بتقول اللي بيحصل من الطقس ده، الحاجات الغريبة اللي ما كناش بنشوفها قبل كده، ده طقس الأرض يعني absolutely nuts، أصبح مجنون تماما. عاصفة برد ثلجي مخيفة تدفن مدن مكسيكية بطريقة ما شوفوهاش قبل كده بالمنظر ده، تحت 5 أقدام يعني متر ونص من الثلوج. ناس المكسيك اللي قدام حضراتكم دول واقفين قاعدين فوق العربيات من الثلوج. مكسيك الحارة اللي في أمريكا الوسطى في شهر جولاي. في الوقت نفسه جنبها على طول كاليفورنيا بتستوي من الحر. ده المناظر العربيات في بعض مناطق في المكسيك اللي اتضربت بكمية التلج دي كلها الغريبة. مرة تانية أنا مش نشرة جوية، لكن الكتاب قال لنا هنسمع عن تلاطم أمواج البحر، وحنسمع عن الحرائق والجفاف، وحنسمع عن المجاعات بسبب الحاجات دي كلها في أواخر الأيام، وكل ده هيحصل قبل عقاب الإنسان، وهو ده قدام عينينا. بل بيأكدوا بما فيهم الغير مسيحيين، بيأكدوا أن الأرض ما شافتش حاجات زي كده. على فكرة كنت بسمع لأحد العلماء
وشرح إنه الموضوع ملهوش علاقة بالاحتباس الحراري زي ما بيصور، حاجات بسيطة من انفجار البراكين أو من الأمواج الشمسية اللي ليها حاجات غريبة بتحصل هذه الأيام أضعاف مئات أضعاف كل الأنشطة البشرية. ففعلا ده ليها علاقة بعلامات في السماء زي ما قال الكتاب، ليس الجلوبال وورمينج زي ما بيحاول يدعوا البعض. ده لما منطقة زي كده في المكسيك يبقى جلوبال كولينج. الزلازل اللي في نفس الوقت زادت مع تساقط النجوم مع زاد أمواج البحر، أيضا الزلازل زادت بنفس الطريقة اللي قال عنها الكتاب، وقارنوا معدل الزلازل ما قبل 2008 بالآن. يوم الثلاث اللي فات 42 زلزال، أنا بذكر ما بذكرش الضعيف خالص، ما ده ما بين متوسط وقوي، منهم رقم 6 اللي كان نادر بينا نسمعه أكتر من مرة في الأسبوع. حصل في نفس اليوم ده يوم الثلاث اللي فات، واحد بقوة 6.4 في روسيا، واحد بقوة 6.2 في بنما، وكتير 5 فما فوق. يوم الخميس 35 زلزال، واحد منهم آخر 6.3 في نيوزيلند، وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 35 زلزال، رقم 6 اللي خلاص ابتدينا شبه نتعود إنه بيحصل أكتر من مرة في الأسبوع، منهم 1.6.4 أيضا في جزر مارينا الشمالي، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 44 زلزال في يوم واحد، يوم الاثنين 41 زلزال برضو منهم رقم 6 في فانواتو و5.9 في الفلبين. عدد الزلازل القوية بس الأسبوع ده لوحده من USGS يعني 7 أيام، يعني مش 10 سنين، ده في 7 أيام 96 زلزال قوي قوي بس. كل دي زلازل فوق الستة ريختر، 5 زلازل بقوة أكتر من 6 ريختر في أسبوع واحد. رقم 6 ده كان نادر، يتعدى على صوابع اليد. بصوا بينا نسمعه كم مرة في الأسبوع. معلش أكرر الموضوع ده وعارف أقوله كل أسبوع، هل ينفع كان يحصل ده بالصدفة زي ما قال الكتاب ده هيحصل في أواخر الأيام بمنتهى الدقة بالمنظر ده، ونشوف الزلازل بتزيد في العدد وقوة في نفس الوقت اللي كل حاجة تانية بتزيد؟ وهل ينفع أن يكون الكتاب المقدس زي واحد زي لوقا البشير خمن؟ لو ما كانش هذا الكتاب مكتوب فعلا بالوحي المقدس من روح الله القدوس اللي عارف كل شيء والمستقبل أمامه مفتوح، هل بعد كده لسه واحد يجي يشككنا في أي حاجة في الكتاب المقدس رغم أنه هو بيشهر على صدقه بقدام عينينا بهذه الأدلة القوية؟ هل أنت فعلا تنفع تشك في الكتاب المقدس مع كل المحاولات الشيطانية والكتاب قدامك بيشهد عن نفسه إزاي أنه هو دقيق بالأحداث اللي بتحصل قدام عينيك وما يقدروش يخبوها؟ زلزال روسيا 6.4 ضرب قرب شبه جزيرة كاتماتشكا أو كاتماشاكا و منطقة البركان الكبير اللي موجودة هناك، ده من سان دييغو نيوز. مخاوف من زلزال عملاق بعد 17 زلزال قوي ضربوا في أماكن كتيرة، فخايفين إن يكون في واحد كبير جاي زي بتاع اليابان أو أكبر. زلزال حصل في البحر الميت جعل بعض اليهود يقولوا هذا إعداد لمجيء المسيح وتحويل البحر الميت لجنة عدن، هل يا ترى هو ده اللي بيحصل؟ زلزال بنما بقرب كوستاريكا القوي اللي هو كان بقوة 6.3 بس سبب خسائر كتيرة وقتل شخصين، ده اللي تم التبليغ عنه، ده من الاندبندنت. منطقة البركان العملاق يلوستون اهتزت ب 81 زلزال في آخر 30 يوم. الزلازل اللي ضربت في أماكن براكين حول العالم في 24 ساعة بس، كل دول اللي قدام حضراتكم في الخريطة، كل دي زلازل ما بين صغيرة متوسطة وقوية ضربت في يوم واحد. أنا طبعا ما بتكلمش على الزلازل البسيطة الصغيرة ولا دلوقتي كمان المتوسطة. متخيلين ده Global Earthquake Update in 24 hours.
في نفس الوقت زي ما قال سفر أعمال الرسل إصحاح 2 هيزيد الدخان قبل يوم العرب العظيم المخوف، برضو فعلا زاد الدخان اللي خارج من البراكين بالطفل أو الحرائق. بركان ينفجر في روسيا ولأول مرة منذ سنة 1924، بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة، بص بينا نسمع عن كم بركان بينفجر في نفس الوقت. وآخرته إيه؟ أحلى آخرة، وهي أن الرب يسوع المسيح يجي على السحاب ونطلع نقابله على السحاب. مخاوف من حلقة النار بعد انفجار قوي لبركان قرب اليابان تم رؤيته من الفضاء. ده من إكسبريس نيوز. متخيلين بركان من قوته اترصد من الفضاء. انفجار قوي لبركان سترامبولي في إيطاليا. يوم 27 يونيو انفجار 8 براكين، كل دول قدام حضراتكم، كل دي براكين في يوم 27 يونيو. بركان في بابا نيوجيني انفجر بقوة ووصل الرماد لغاية أكثر من 50,000 قدم انتشار الرماد بتاعه، كل ده رماد انتشر منه. انفجار قوي لبركان منام بعد يومين من الانفجار القوي لبركان بابا نيوجيني خلى الناس تخاف أكتر. وبدل ما طول على حضراتكم من كمية البراكين المنفجرة أو اللي تنفجر أو المستمرة، ده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات من فولكينو ديسكفري، كل دي براكين نشطة. الحاجات دي أخرتها إيه؟ ودي معلش أرجع للنقطة دي تاني، أخرتها إيه؟ أخرتها ربنا بيلفت نظر الناس، وربنا بيقول إن ده هيحصل عشان يؤكد لك إن ربنا عارف بكل شيء وقال لك قبل ما يحصل، عشان لما يحصل ما تخافش مش زي ولاد العالم، وعشان لما يحصل تؤمن بالكتاب المقدس في الزمن اللي بيحاولوا يشككوك فيه، وعشان لما يحصل تخلي بالك ربنا قال لك الحاجات دي هتبدأ، أنت تستعد لمجيء ربنا، ومتى ابتدأت هذه ترفع راسك لفوق لأن خلاصك اقترب. إيه فايدتها دي كلها؟ ربنا قالها من 2000 سنة، فايدتها إن أنت ما تخافش، اللي قال ده هيحصل هو نفس اللي وعد إن هو هيحميك ويحافظ عليك، واللي قال إن ده هيحصل هو نفسه اللي قال ده علشان تؤمن في زمن بيشككوك، واللي قال إن ده هيحصل قال خلي بالك أنا هلفت نظرك بيها في زمن العالم هيكون بيحاول يشغلك. أما لغير المؤمن ده قدامه الكتاب المقدس قايل الكلام ده، لو هو رافض الكتاب المقدس ومش راضي يسمع ورغم من الناس بتتكلم هو غالق أذانه، أنت بلا عذر أيها الإنسان ده يشهد عليك. موت الكائنات الجماعي اللي بالظبط زي ما قال سفر هوشع 4 وصفانيا 1 إنه هيحصل قبل عقاب الإنسان بيحصل قدام عينينا، بعد ما كنا نسمع عن مفيش حالات خالص في السنة أو حالة أو اتنين في السنة، وده مش من زمان، ده دوبك من 10-15 سنة فات، قبل 2006 و2007 ما كناش نسمع عن حالات أو حالة واحدة لموت كائنات جماعي. اللي حقوله ده في أقل من أسبوع كله، بصوا كم حالة بقت تحصل في الأسبوع من موت الكائنات، وخاصة سمك البحر اللي قالها الكتاب لفظا ينزع، والطيور السماء اللي تقع ميتة. يوم 8 يونيو موت ألاف من الأسماك في نهر في ألمانيا، كل ده سمك ميت. في نفس اليوم موت أطنان، رقم أطنان ده اللي بينا خلاص شبه بنسمعه تقريبا كل أسبوع، من الأسماك في بحيرة في الهند، كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت كم ضخم من الأسماك في شاطئ في روسيا، كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في فلوريدا في أمريكا. متخيلين كله ده في نفس اليوم؟ ده مش في نفس السنة، ده في نفس اليوم. أيضا في نفس اليوم موت حيتين رماديين، ويصل عدد موت الحيتان الرمادية في آخر شهور في الشواطئ الغربية الأمريكية إلى 75 حوت، ده من CNN. أيضا في نفس اليوم، كل دول حالات في يوم واحد،
موت العشرات من القردة بسبب موجة الحر في الهند. يوم 9 يونيو موت الآلاف من الكابوريا والكثير من السلاحف البحرية في شاطئ في المكسيك. في نفس اليوم وصل عدد وفيات سلاحف بحرية في منطقة أخرى في المكسيك إلى أكثر من 80 حالة. يوم 10 يونيو موت 15 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في المكسيك. يوم 11 يونيو موت 600 من البط في إندونيسيا. في نفس اليوم موت آلاف من الأسماك في خليج في إندونيسيا. كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت كتير من الطيور تسقط ميتة من السماء في مدينة في نيو برانزويك في كندا. الحادثة دي لما حصلت من 5 6 سنين فاتوا أو من 7 سنين فاتوا كانوا كارثة. الناس اتخضت، ايه الطيور تقع ميتة في السنة من السماء؟ دلوقتي بنسمعها تتكرر كل شهر، ما كانتش داخلة على انها تبقى كل اسبوع. يوم 12 يونيو موت اكثر من 60 سبع بحر في شواطئ الاسكا. يوم 13 يونيو وصل عدد موت السلاحف الى 186 في اخر شهور في تكساس في امريكا. مرة تانية أنا مش نشرة وفيات الكائنات، لكن الكتاب قال لنا ده هيحصل قبل ما يتعاقب الإنسان. فأنت بلا عذر أيها الإنسان اللي بتسمع الحاجات دي وبتحاول برضو تقفل قلبك ما تسمعش الكتاب المقدس. استمرار موت نحل العسل بكميات كبيرة. بتقعد التطور بيقولوا لنا المفروض عدد الكائنات تفضل تزيد والأجناس تزيد. اللي احنا شايفينه قدام عينينا التدهور وتناقص عدد الأجناس وعدد الكائنات. أسراب ضخمة من الحشرات تخترق أوهايو. ده مناظر في بعض الأماكن، ولا ضربة الحشرات في مصر، ضربة الكتابية. العلماء يجدوا علاقة بين كثير من الأدوية و50% من حالات ضعف الذاكرة. متخيلين؟ الديمنشيا قد يكون 50%، وده من CNN، قد يكون 50% منها مش بسبب كبر السن، قد تكون بسبب الأدوية. متخيلين؟ آخر تطعيم ضد الإنفلونزا تقول لنا القنوات زي ABC News بعد ما الناس أخدته وبهدل المناعة بتاعتهم وبعضهم عيوا وكان إجباري في أماكن كتيرة، يقولوا لنا دلوقتي اوبس سوري كان فاشل امام انواع الانفلونزا الحاليه حسب راي الاطباء. ريلي؟ وحسب تقرير من CDC، CDC تقول التقرير ده دلوقتي، لكن وقتها لما يطلع التطعيم اجباري. انا مش بهرج، انا الخبر ده بسمعه تقريبا كل موسم، بسمع نفس التعليق او بيجيني نفس التقرير. جدة في فلوريدا ماتت بأيام بعد إصابتها بالبكتيريا أكلت لحوم البشر. أخبار الحروب اللي حضراتكم عارفين العالم اللي احنا بقينا عايشين فيه. البنتاغون يخترع ليزر، العالم متفنن في الأسلحة الدمار، يخترع ليزر يستطيع التعرف على الشخص من مئات الأمتار عن طريق ضربات قلبه. ديلي ميل دلوقتي خلاص ممكن يعرفوك من على بعد من خلال ضربات قلبك. متخيل مئات الأمتار وانت تبقى مرصود ومعروف انت مين. روسيا تصنع طائرة بدون طيار صغيرة على شكل بومة ثلجية وبها ليزر لقيادة الصواريخ الموجهة. فبدل ما هيحتاجوا جندي اللي يسلط الليزر على الحاجة اللي عايزين يضربوها بالصواريخ، دلوقتي البومة دي يقدروا يوجهوها وهي اللي تسلط ليزر على الحاجة اللي عايزينها تتضرب. الطائرات الحربية اليابانية تسرع لتعترض قاذفات قنابل روسية اخترقت المجال الجوي بتاعها. على فكرة الطائرات الحربية الروسية
أصبحت كثيرة اختراق المجال الجوي لدول كتير. مخاوف من أن الخلافات الاقتصادية بين أمريكا والصين قد تقود إلى حرب، بس أعتقدش أنها توصل لحرب. يعني ترامب عمل حركة، قعد يزود في الجمارك والحاجات على الصين، قعد يزود يزود لغاية ما فاض بيهم وابتدوا يتنرفزوا، فأعلن إن هو هيزودها، فهاجوا فقالوا لهم خلاص أنا مش هطبق الجمارك الجديدة اللي أعلنت عنها، فسكتوا فانبسطوا. يعني هو يعني عشان يخليهم يقبلوا القديمة قال لهم على جمارك جديدة فتنرفزوا عليهم، قال لهم خلاص خلاص مش هطبق الجمارك الجديدة، فسكتوا على القديمة. كوريا الشمالية تتعهد بالهجوم على أمريكا بعد سماع تعليقات أمريكية ساخرة من السياسة الكورية، لكن برضو عارف يهديهم. دونالد ترامب يذهب إلى حدود كوريا الشمالية في حركة مش مسبوقة ليسلم على كيم جون أون، وهو أول رئيس أمريكي يفعل ذلك. وانتوا عارفين إن هو دخل في حدود كوريا الشمالية ب10 خطوات، وتعتبر حاجة تاريخية. الصين تهدد، قبل ما أخرج من الموضوع ده، انتوا عارفين إن الديمقراطيين حتى دي عابوا عليه فيها. الناس دول لو بقول لكم بجد، لو هو صحي قال صباح الخير هيقولوا له كمان بتقول صباح الخير، ده انت شرير، وي وي وي، وعايزين نعمل لك امبيتشمنت. الصين تهدد الفلبين ان تستعد للحرب لو الفلبين بدأت تحفر لاستخراج البترول في جنوب بحر الصين اللي هو المياه الدولية فيه. مخاوف في العاصمة الإيرانية، على فكرة مشكلة الموقف المشتعل ما بين الصين والدول اللي حواليها زي اليابان وزي الفلبين وغيره. مخاوف في العاصمة الإيرانية بعد السماع عن الضربة الأمريكية اللي تم إلغائها في اللحظات الأخرانية. هم عارفين إن حكاية إن هو مرضيش يقوم بالضرب عشان 150 شخص، عارفين إن هي حاجة فاضية، لكن هو لغاية دلوقتي هم مش عارفين وقف الضربة ليه. أعتقد أن كل الموضوع الانتخابات. مسؤول إيراني يقول إيران ستضع أمريكا في سلة مهملات التاريخ وستمحو إسرائيل من على وجه الأرض. هل وصلت إيران لحد الخطر؟ فإيران بدأت تزود من تخصيب اليورانيوم في ممارساتها النووية. أمريكا ترسل طائرات حربية أكثر إلى الخليج بسبب تصاعد حدة الموقف مع إيران. إيران تقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية الجديدة اللي بتفرضها أمريكا عليها، ولكن بتستخدم موضوع النووي إن هي تهدد أوروبا. أيضا تركيا غير خائفة، بتقول إن هي غير خايفة من العقوبات الاقتصادية اللي ممكن تطبقها عليها أمريكا لو اشترت نظام اللي هو S-400 من روسيا. نتنياهو يقول إسرائيل ستفعل أي شيء لمنع إيران من أن تمتلك نووي. اتهام لروسيا بأنها بتشوش على نظام خرائط الطيران في إسرائيل. إسرائيل تقوم بضربة لموقع جوي في دمشق وتسجل حالات وفيات، وإسرائيل بتقول إن الموقع ده إيراني. مجاهدي داعش يهددوا بتفجيرات في لندن ونيويورك قبل 4 يوليو، ده من جريدة صان البريطانية. أخبار عامة على اللي بيحصل الأيام دي. الصين فجأة قررت ترفض اللحوم الكندية اللي بتستوردها من كندا الصين. بحجة إيه؟ بحجة إن الشهادات البيطرية الكندية غير صحيحة، مزورة يعني. متخيلين؟
مش عارف طبعا ده لا يعقل. يعني انا لو كان الصين لو عايز تتحجج عشان تتحجج كانوا يقولوا رفضناها لان ممكن اللي يكون دبحها واحد شاذ مثلا. ده ساعتها يعقل اكثر تصديقا من اللي بيقولوه. انا اعتقد السبب الاصلي وهو ده شبه اعلن ان الصين عايزة كندا تضغط على امريكا عشان امريكا تقلل الجمارك على البضائع الصينية. لكن هما الناس دول مش عارفين ان ترامب اصلا ما بيحترمش ترودو بتاع كندا وعمره ما هيسمع له كلام. فالصين بتاخد كندا ورق الضغط على امريكا وامريكا لا تهتم بكندا على الاطلاق. موقع تواصل مثل تويتر لكن اسمه بارلر واشتهر بانه للمحافظين اكتر عشان ما بيتمنعوش من كلامهم. فأبل تحاول للموقع ده لما لقيته للكونزرفاتيفز بدأت تهددهم بإزالة الآب بتاعهم من أبل لو لم يغيروا من سياستهم المؤيدة للأمور المحافظة. إيه رأيكم؟ أبل مش بتكتفي بس بالشر اللي هي بتنشره ولا المواقع الأخرى اللي هي بتشجعها، ده كمان حتى المواقع المحافظة بيحاولوا يمنعوها بأي شكل. الذكاء الصناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنس بدأ يساعد بل بدأ أيضا يستبدل الأطباء. يعني ممكن فيما بعد، وعلى فكرة ده مش مستبعد، ده فيه بدأت فعلا بعض العيادات تستعين بحاجات مشابهة. أنت ممكن تروح العيادة عشان تقابل الدكتور تفاجأ إن الدكتور ده هو عبارة عن كمبيوتر قدامك. والجميل ايه، يستبدل بقى الدكتور والصيدلي كله. تروح تتكلم مع كمبيوتر يديك كويشنير تملاه يعمل لك اناليسيس. ممكن كمان يستبدل المعمل ان هو يكون فيه حاجات بوكينج تعرف التيست وبعدها يديك روشتة الكتروني. وممكن بدل ما تاخد روشتة هو عبارة عن فيندور ماشين كده يستبدله بيها الصيدلي يطلع لك الدواء ويبقى جاهز ويبقى لا محتاج دكتور ولا ممرضة ولا بتعوت معمل ولا صيدلي ولا غيره، كله عبارة عن مكنة وتخلص. نوع من أنواع الذكاء الصناعي يستطيع قراءة معالم الوجه ويخبر الشرطة لو كان المتهم بيخفي الحقيقة. ده من ياهو نيوز. علماء يحسبوا الكوارث الأرضية ومعدلها وبيقولوا لو نفدنا من واحدة مش هننفد من التانية، والماكسيمم الحد الأقصى للمتبقي للبشرية هو 760 سنة. ربنا يدبر ويكون أقصر من كده بكتير عشان منتظرين مجيء الرب. ده من وول ستريت جورنال. عائلة في كارولاينا الشمالية يستنسخوا القطة بتاعتهم. القطة اللي قدام حضراتكم دي كلفت 21,000 دولار استنساخها، أو 25,000 دولار، أنا آسف. بحث إسرائيلي جديد قد يسمح للبشر بأن يختاروا جنس الجنين. أعتقد يختلف على البروتوكول اللي أنا كنت عارفه زمان اللي هو بتاع سنترفيجيشن. أعتقد ده ليه أسلوب جديد كمان. فيروح الأب والأم ويقولوا لا إحنا عايزين نخلف ولد، فيساعدوهم هم يخلفوا ولد أو بنت أو هكذا. معدل الانتحار في أمريكا هو أصبح أعلى معدل له منذ زمن الحرب العالمية الثانية. شالوا الإيمان من قلب الشباب، قعدوا يضحكوا على الشباب وخدعوهم ووصلوهم للمستوى ده، أهو الشباب بينتحر. آدي اللي عمله ضعف الإيمان. لا يزال صوت الانفجارات الغامض يحير المئات من السكان في أمريكا وكندا وإنجلترا وغيرهم ويجعل المسؤولين عاجزين عن التعبير. وطبعا اللي هم بيسموها طبعا صوت انفجارات، وأحيانا بتبقى صوت أبواق زي ما حضراتكم عارفين. إحصاء يوضح إن واحد من كل 10 أشخاص حدثت له هلوسة، بيسموها هلوسة، ده مش تعبيري أنا آسف، ده هم اللي مسميها، انا اسميها خبره. هم بيسموها هلوسينيشن او اللي احنا بنسميها خبره نير ديس اكسبيرينس. واحد من كل 10 اشخاص اصبح بيشهد ان الامر ده حصل ليه.
كنا بنتكلم عنها النهارده طبعا، وان ازاي فيهم كتير صح وحقيقي، وفيهم كتير محاولات تقليد من الشيطان للشوشره. ده من الاندبندنت. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا للاسف زي ما حضراتكم عارفين، لكن خبر جيد في البدايه. بينما امريكا وايران بيزداد صراعهم، كتير من الشعب الايراني بيتحول للمسيحيه. على فكرة العابرين في إيران بيزداد عددهم جدا بطريقة رائعة، لأن ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، ورغم الاضطهاد اللي بيحصل لهم من إيران وانتوا عارفين. 3 مليون مسيحي في البرازيل يسيروا في مسيرة ويقولوا دولتنا تنتمي للمسيح. آسف. Our country belongs to Jesus. ده من فوكس نيوز. ربنا يباركهم وربنا يساعدهم ويحافظ على دولتهم من محاربة الشيطان والعالم اللي بيحاول يضيع الإيمان المسيحي من الدول. لكن نبتدي في الأخبار اللي تضايق مرة تانية. لحظة واحدة، أنا آسف. ده في البرازيل. للأسف تقارير الأولانية في 2019 توضح أن حتى الآن سنة 2019 ماشية أن اضطهاد المسيحيين تضاعف جدا في العالم، زي ما قال الكتاب هيحصل في أواخر الأيام. الهند ترفض تقرير أمريكي عن حرية العقائد اللي يوضح اضطهاد المسيحيين في الهند وإزاي نزاد جدا. على فكرة المسيحيين ازداد اضطهادهم في الهند من الهندوس. 7 عائلات مسيحية تطرد بالقوة من بيوتهم بواسطة عصابات هندوسية حاولوا يجبروهم على ترك المسيحية. مش بس المسلمين، فعلا زي ما قال الكتاب بيحاولوا يجتمعوا على الرب وعلى مسيح. بنسمع دولات اضطهاد من الشيوعية والإسلام والشواذ والملحدين، بنسمع اضطهاد من الهندوس، بنسمع اضطهاد من البوذيين، كل دول بيحاولوا يضطهدوا المسيحية. ليه الهندوس مثلا ما بيضطهدوش دوش المسلمين؟ تسمعوا رد خايب، لا أصل هيردوا علينا. ريلي هو ده ردكم؟ قرية مسيحية في مالي تمحى تماما بعد جهاديين مسلمين قتلوا 100 مسيحي رجل وامرأة وطفل، استشهدوا في القرية دي. يا ربي ايه رأيكم؟ 100 مسيحي اب وام وطفل استشهدوا في قرية محوها المسلمين في مالي. يا ترى ليه ما سمعتوش عن الخبر دي في وسائل الاعلام زي CNN وغيرها، اللي قاعدة تتكلم على الاسلاموفوبيا ليل نهار، والدعاء عن حالات فردية بيضايقوا المسلمين؟ طب ليه ما بتتكلموش عن المسلمين اللي بيبيدوا المسيحيين والقرى المسيحية؟ هو ليه مضايقة مسلم غالية جدا في عينيكم، ولكن إبادة مئات المسيحيين ما بتتكلموش عنها؟ ليه؟ دول أطفال. عشان تعرفوا أن الإعلام أصبح غير أمين بالمرة، ما تصدقش الإعلام. طبعا بالإضافة للمذابح بتاعة رواندا واللي بيحصل في أثيوبيا وغيره وغيره وغيره، بوكو حرام وهكذا. الصين تهاجم كنيسة أخرى مسيحية وتحتجز الكثير من الحاضرين. طبيب مسيحي إنجليزي قد يخسر رخصته. ليه؟ بإرهابي زي المسلمين وبيهدد؟ لا، لأنه كل اللي حصل أنه بيتكلم عن إيمانه مع المرضى بتوعه. إزاي وإزاي يتكلم عن إيمانه؟ لازم يتقطع لسانه. ده من التليجراف، يلا نشيل الرخصة بتاعته. أب مسيحي جزائري يعاقب. ليه؟ لأنه استضاف مجموعة صلاة في بيته في استمرار محاربة الجزائر للإيمان المسيحي. فيديو لمذيع تلفزيوني يتمنع من الفيسبوك. ليه؟ لأنه كل اللي عمل كارثة في الفيديو يخالف قوانين الفيسبوك. إيه هو؟ طلب أن الناس تصلي للرئيس ترامب. عارفين يعتبروا الفيسبوك إيه؟ تعبير كراهية. متخيلين؟
طبعا لو كان هذا المذيع واحد شاذ ولا ملحد وطلع استخدم كل التعبيرات اللي انتوا عارفينها، الاف والاس والكلام ده كله، كان هيعتبر حرية. لكن عشان مسيحي طلب الصلاة، كراهية. ايه رأيكم؟ أصبحنا في زمن تعبير صلي الفيسبوك بيعتبره تعبير كراهية. ايه رأيك؟ وكالات الإعلام تتكلم عن علامات عن عصر السيء أكتر من الحالي، من اضطهاد المسيحيين هيبدأ في تركيا. إزالة لوحة الوصايا العشرة من مدرسة إعدادي في أوهايو بعد شكاوي تقدمت. ليه الملحدين مش مستحملين لا يشوفوا صليب ولا الوصايا العشرة ولا غيره؟ ليه مش مستحملين حد يقول لهم لا تزني؟ الانحدار الأخلاقي أيضا اللي زاد جدا. ولكن خبر كويس في البداية، إسرائيل اللي بقت بتعمل حاجات كثيرة مخلة، واللي بقي للأسف فيها مهرجان الشواذ بيزيد كل سنة، لكن يطلع مهرجان مقابل عكسي، مهرجان للمستقيمين الستريت ضد الشذوذ، ويذكروا الناس بالوصايا الكتابية ضد خطية الشذوذ. ده كان مهرجان سلمي وده شيء رائع، لكن أتمنى أن يكون ده بداية صيحة للتوبة عن مهرجان الشواذ اللي بيتم في أورشليم مدينة الملك العظيم. فرانكلين جراهام يرد، المبشر المسيحي المعروف، يرد على مادونا اللي ادعت قال إيه أن المسيح موافق على الإجهاض. تتكلم باسم المسيح ليه دي؟ للأسف كنيسة، أنا أحب أقول في البداية قبل ما أقول الخبر ده، أنا آسف، خلي بالكم بعض الكنائس دي لا تعتبر كنائس للمسيح، اللي تخالف كلام المسيح هي ليست كنيسة المسيح، فأعتذر عن هذه الأخبار. لكن بس عشان أوضح أن مش كل مبنى يتحط عليه اسم كنيسة معناه أنه هو كنيسة، لا، لو ما كانش ماشي بتعليم المسيح لا. كنيسة اللي هي United Church of Christ تقيم خدمة مباركة blessing لمركز Planned Parenthood بتاع الإجهاض. Seriously؟ رايحين تباركوا إيه؟ تباركوا القتل؟ كنيسة من كنائس البريسبتيريان في أمريكا تقيم أول شاذ كقس ليها. أنا آسف، ما اعتبرهاش كنيسة المسيح، لأن ما فيش اجتماع للنور مع الظلمة. هي الكنائس دي ما قريتش الكتاب المقدس؟ هو ليه كتر جدا تساقط النجوم بهذا المنظر؟ كارثة أخرى أيضا وأنا آسف عليها، عارفين الأسقف اللي عينته كنيسة الإبسكوبوس رغم أنه هو شاذ ورغم الاعتراضات، عارفين الأسقف ده عمل إيه؟ دلوقتي في الوعظات بتاعته بيلقب الله بأنه امرأة وبينده ربنا بلفظ الشي. ايه رأيكم؟ الخطيئة ما بتقفش على فكرة، دايما بتتمادى. الألاف يتجمعوا في نيويورك بالاحتفال بمرور 50 سنة على بداية ثورة الشواذ. ده من ABC نيوز. مجدهم في خزير فعلا، هي دي حاجة تحتفلوا بيها؟ نقطة مهمة عشان أوضح لحضراتكم اللي كنت بقوله لبعض اللي كان لسه عندهم جزء بيدافعوا فيه عن الشواذ والشذوذ. للأسف وصل الغرب إلى أن 4 من كل 10 رغم أن هم نستريت مستقيمين إلا أنهم ما عندهمش أي إشكالية ولا يستبعدوا أن هم ممكن يقيموا إقامة، لا يستبعدوا إمكانية أن هم يقيموا علاقات شاذة مع نفس الجنس. 4 من كل 10، ده اللي وصلنا له، ده من The Times. عشان تعرفوا أن الشذوذ مش يا حرام، الشذوذ ده موضة خديعة بيغسلوا بيها مخ الأطفال وغسلوا بيها مخ الجيل اللي احنا فيه وحيزيد. ده مش ليس مطالبة بحقوقه يا حرام وغصب عنه، ده بيحاولوا يعملوه موضة زي سدوم وعمورة. مجدهم في خزيهم، ده اللي أقدر أقول.
شرطة شيكاغو تضع علم الشواذ على سيارات الشرطة من أجل مهرجان الشواذ. ده من فوكس 32. طب ليه الشرطة بتستغل أموال دافعي الضرائب وتحط الإعلانات دي؟ تعرفين الإعلانات دي مكلفة، الملصقات دي غالية، ليه يدفعها الناس مدافعي الضرائب؟ عشان خاطر سواد عيون الشواذ. آسف. أيضا الشواذ بتقعد يا حرام حرياتنا وحقوقنا، هما اللي كمان ما بيدوش أي حريات وحقوق لآخر. أنتوا تعرفوا إن الشواذ رفضوا اشتراك الشرطة الشاذة، أفراد الشرطة الشواذ رفضوا إن يشتركوا معاهم، متخيلين؟ الشواذ اللي بيطالبوا بالحريات ما عندهمش حريات. ليه؟ عشان بيقول لك من 50 سنة الشرطة كانت بتضايقنا. والشواذ اللي يا حرام بيضطهدونا وبيكرهونا وبتعوت الهوموفوبيا، الشواذ يخربوا فرع لشركة تشيكن فيليه المسيحية يوم الحد أثناء مهرجان الشواذ، إيه رأيكم؟ ويعملوا لها فاندلزم. واو، ده انتوا بتعوت الحريات واللاف والسرفايف، ولا لاف وين؟ وانتوا ما عندكمش اي محبه؟ هو دول شعارهم الاساسي الحب هيفوز، وهم ما عندهمش حب لحد، والحريات وهم ما عندهمش حريه التعبير. ايه رايكم؟ عشان ما تفكروش الشواذ يا حرام، لا ده مش يا حرام، دي خطيه شيطانيه ولن تقف، هتستمر. وزي ما قال الكتاب المقدس في انجيل لوقا بوضوح، انه زي كما كان في ايام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الانسان. مجلس دالاس يوافق على رسم علم الشواذ في مناطق عبور المشاة التقديرا للشواذ. طب والستريت ما بتقدرهمش ليه؟ كاليفورنيا تمرر قانون يجبر القصص على قبول أيديولوجية الشذوذ، وللأسف فيها جزء طبعا غلطة الدولة هو اللي ماشي وراء الحاجات الشيطانية، وجزء إنه يا ريت كانوا مسيحيين كاليفورنيا والأسس بتوع كاليفورنيا كانوا وقفوا وقفة قوية من زمان، هم بيجبروا تدريجيا. إليزابيث وارنر الديمقراطية عايزة تدي 57 مليون من أموال دفع الضرائب عشان تروح للشواذ للإل جي بي تي كابلز. إيه رأيكم؟ الشيطان بيحاول بأي شكل في هذا الأمر. الدعاء للشواذ الأدفوكيت بيقولوا إن مهرجانات الشواذ هي أكتر مكان آمن للأطفال. ريلي؟ عشان تضحكوا عليهم وتخدعوهم بخدعة الشذوذ، موضة الشذوذ، زي ما ضحكتوا عليهم قبل كده بخدعة الإلحاد والتطور بنفس الأساليب بنفس الطرق. نفس الطرق اللي مشي فيها سكة الشذوذ هي نفس الطرق اللي مشي فيها تعليم التطور والإلحاد، مهرجانات، قضايا، مطالبة بحقوق، يدخلها في التعليم، وهكذا وهكذا وهكذا، لغاية ما بقي حقيقة وغسلوا به مخ الأطفال وأصبح جيل طالع. نفس الأسلوب بيتبع في الشذوذ، وطبعا على كام فيلم عاطفي يا حرام، اتنين شواذ بيحبوا بعض، على كام مسلسل فكاهي يدخلوا الشذوذ في نكت وتريقة عشان يتحول من خطية لحاجة طبيعية. مدارس في كاليفورنيا تضع في مناهجها تعليم للبنات 10 سنوات ازاي يستخدموا العازل الطبي، بل وصلوا من القذارة انه البنات يتعلموا يحطوه ازاي على تماثيل قدام الفصل بما فيه الولاد، وده طبعا الموضوع ده اغضب جدا اولياء الامور. لكن اولياء الامور مين مهتم بيهم؟ الأغلبية، who cares about الأغلبية، نفس الأساليب
اللي عملها المدارس والتعليم في تدخيل التطور والإلحاد هي نفس الأساليب اللي بيدخلوها في الشذوذ والحاجات الغير أخلاقية والحاجات الجنسية الخطأ اللي بتتم في المدارس. ورأي أولياء الأمور اللي كانوا رافضين لده وما تسمعوش رغم إن هم الأغلبية، هم من قدام عينينا مرة تانية بيتكرر السيناريو مرة تانية رافضين للشذوذ وبرضه محدش بيستمع إليهم. أيضا يشمل تعليم أشياء عن الشواذ والجنس للأطفال المدرسين نفسهم بيعتبروها صادمة وخطيرة طبيا على الأطفال، وعايزين مصرين في كاليفورنيا يعلموها للأطفال. الطفل في كاليفورنيا، مش هقول كل كاليفورنيا لكن المدن المهمة، مستهدفين الأطفال جدا في موضوع الشذوذ. ده اللي بيحصل. عشان كده خلي بالكم حقيقي من ولادكم، الشيطان هم دول هدفه الأول، هو عايز يخرب الكل، ولكن أولادكم هو نمبر 1 as a target. عشان كده أطلب إن إحنا محتاجين بعد الصلاة والصوم الخدمة. دورك إيه؟ يا ريت نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس. يا ريت تكون نور بتكلم في زمن بيحاول يقطع لساننا. ده اللي أقصد أقوله. محتاجين إن فعلا نكون عاملين بتنقية القلب ونستعد بلباس العرس. أرجو إن ما تكونش مسيطرة عليك خطية مخلياك مشغول عن حياتك الروحية أيضا. يا ريت نسلك كلنا بلياقة. احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن، ممكن قريب ما نقدرش في المستقبل القريب بسبب الظلام اللي بيزيد. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها اللي تبدو للبعض مخيفة؟ علشان حاجات كتيرة منها. واحد، عشان ما نخافش. لا ترتاعوا أما خوفوهم فلا تخافوه. ولاد العالم اللي ما عندهمش أي وعود من ربنا يخافوا. ولاد ربنا اللي ربنا قال لهم خلي بالكم ده هيحصل لكن أنا محافظ عليكم ما يخافوش. فربنا قال لنا الحاجات دي تحصل، قبل قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل ما نخافش بل نؤمن. زي ما قال لنا قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. في زمن للأسف زاد جدا التشكيك وربنا كان عارف فما سابش فرصة. حط لك حاجات مستحيل تحصل بالصدفة في الكتاب المقدس يقول عنها وهي تحصل قدام عينيك. مستحيل يكون هذا الكتاب مكتوب بالصدفة ولا بتأليف بشري ولا بغيره أو مؤلف أو محرف أو الكلام كتير اللي بيتهموه. والحاجة الثالثة علشان حياة الاستعداد، زي ما ربنا قال لما تبتدي أنت ترفع راسك. ليه ترفع راسك؟ لأن ربنا عارف أن العالم هيكون بيحاول يخلي راسك للأرض مشغول بالمشاكل والمشاغل ووسائل التواصل الاجتماعي والتليفون اللي ما بيسيبش إيدك ما بين التكست والمكالمات والإيميلات وهكذا وهكذا وهكذا. فربنا عارف، عشان كده قال لك هديك شوية حاجات بس كأنوار تاخد بالك منها. افرحوا عريسنا قرب، ولكن الشيطان عارف، عشان كده هو عارف ان ليه زمان يسير لما تبتدي الحاجات دي، عشان كده بيزود جدا. طب احنا اولاد ربنا نعمل ايه؟ استعدوا، اي حد ممكن يسلم وضعته في اي وقت. ربنا يديه لحضراتكم طول العمر والصحة. لكن فوق 152 الف شخص بيموتوا كل يوم دلوقتي، محدش عارف امتى هيكون. المسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع والمجد لله دائما.